إلى معبر رفح من الجانب المصري مع زميلي أحمد أبو زيد موفد القاهرة الإخبارية. أحمد تحياتي لك، يعني أرجو أن تضعنا، أتمنى أن تكون الأوضاع على الجانب الآخر داخل قطاع غزة قد أصبحت إلى حد ما في هدوء. أكثر هدوءا صحيح عمرو إذا ما قرنت بالساعات التي كنا قد أشرنا إليها عند حدود 3:30 ظهرا إلى حدود 5 كانت الأمور ذهبت إلى منحى أكثر شدة، لكن ذروة التصعيد الذي كان حاصلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة كان عند حلول 5:30 مساء تقريبا وحتى 9. منذ 9 ونحن الآن بحلول 12 إلى 3 تقريبا الأمور أهدأ كثيرا. صحيح أن موجات الاشتباكات لم تنقطع، لكنها إذا ما قرنت أو إذا ما قيست بالفترة الزمنية التي أشير لك إليها فإنها تبدو أقل وأقل بكثير، ولا يعلم حقيقة إذا كان ضربا من التفاؤل أن نقول أن هذا قد يشكل انعكاسا لقدر من الحلحلة ربما في المسار التفاوضي الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، أخذا في الاعتبار هذه الأنباء التي تبث عبر القاهرة الإخبارية من خلال المصادر المطلعة التي تقول أن جولة المفاوضات لا تزال مستمرة وأن العمل جار لجسر الهوة بين الأطراف المختلفة في هذه الجولة ضمن المسار التفاوضي الذي ترعاه وتحتضنه القاهرة مع رعاة ووسطاء آخرين. وكذلك ما جرت الإشارة إليه أيضا من خلال التقارير التي قالت أن حركة حماس نقل عنها أنها قالت أن الوسطاء عملوا على تقليل الفجوات في أغلب النقاط، وهذا كان التعبير الذي جرى استخدامه من خلال هذه التقارير. تقول الحركة أن في هذا مسعى لمنع التهرب الذي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. على أي حال فقط ما تقدر الإشارة إليه في هذه النقطة وهو مستفتح سؤالك عمرو أن الأمور على مستوى الاشتباكات أقل وأقل بشكل أكثر وضوحا بالقدر الذي يمكن أن تقف وتدرك أن هناك فجوات زمنية قد تكون كبيرة بين ولكن بعض أكاد حوادث أحمد تبادل يعني إطلاق الرصاص التي أغلبها أكاد في أكاد أسمع وأنت تتحدث صوت الطائرات الاستطلاع أو كما تسمى الزنانة التي ربما يظهر الزنانة. صوت هذه الطائرة وأنت تتحدث ربما في الفجوات بين الكلمات، يبدو أن هذه الطائرة طائرة الاستطلاع الإسرائيلية يعني لا تغادر أجواء رفح بالتحديد في هذه الأثناء. هي لا تكاد تغادر سماء قطاع غزة على مدار العام بعيدا حتى عن بعض جولات التصعيد. نحن في هذه المرحلة وربما حتى قبل ساعات من الآن عمرو كانت الأصوات متداخلة للغاية، وكنا حتى ونحن هنا نستمع إلى أصوات هذه الدرونز أو المسيرات الإسرائيلية ثنائية الاستخدام أو هكذا باتت تستخدم ضمن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بأنها لم تعد فقط طائرات استطلاع وإنما في بعض الأحيان ورصدت هذه الواقعة في أكثر من مرة في خان يونس وفي بعض المناطق في النطاق الشمالي الغربي من خان يونس عندما كانت طائرات الاستطلاع أو هكذا يفترض أنها طائرات استطلاع تقوم بعمليات المسح وجمع المعلومات، ولكنها أيضا تتمكن من تنفيذ بعض الاستهدافات من خلال الصواريخ صغيرة الحجم التي كانت تحمل بها. هذه الأصوات أصوات طائرات درونز الزنانة التي كانت تستخدم في الساعات التي كنا نشير إليها كان صوتها واضحا للغاية وربما كانت بكثافة أكبر، ما يعني أن عدد المسيرات التي كانت تطلقها إسرائيل فوق سماء مدينة رفح في أقصى جنوبي القطاع كانت أكبر وأكبر بكثير، وربما حتى كنا نستمع إلى موجة من موجات هذه المسيرات، ومن بعد ذلك يكون الأمر طبيعيا ومنطقيا ومتوقعا أن تسمع موجة عنيفة للغاية من القصف الصاروخي من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية أو من خلال القصف المدفعي. المسيرات حاضرة، صوتها موجود لكنه أقل بكثير تبعا حتى لقلة القصف المتبادل بين إسرائيل بين قوات الاحتلال وبين الفصائل الفلسطينية المختلفة التي نعود ونكرر أنها منذ 9 مساء بالتوقيت المحلي ها هنا وحتى هذه اللحظات هي أقل ما تكون. أصوات تبادل إطلاق الرصاص من خلال الأسلحة المتوسطة هو الذي يسمع ما بين فينة وأخرى، لكن ذروة التصعيد كانت حاضرة في ساعات قليلة مضت، وربما وأقول ربما لأنه ليس هناك معلومة يقينية حتى هذه اللحظة، قد يكون هذا انعكاسا لحلحلة ما تحدث ضمن المسار التفاوضي، وهذا ما ينقل حتى ما كنا قد أشرنا إليه عمرو من إشارات البيت الأبيض من خلال كارين جامبير عندما قالت أن الولايات المتحدة تدرك أن هناك جدية في هذه اللحظات ضمن المسار التفاوضي وأن خط التهدئة لم ينهر بعد. على ذكر البيت الأبيض أحمد، يعني كان هناك أيضا مطالبات من واشنطن وبالتحديد من الخارجية الأمريكية لإسرائيل بضرورة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الذي ربما فتحته اليوم لساعات قليلة جدا ثم ملابس أن أغلقته مرة أخرى. كذلك تطالب إسرائيل بفتح معبر رفح من أجل دخول المساعدات. برأيك وأنت ربما تشاهد يعني رأي العين
كم المساعدات التي تتراكم الآن على الجانب المصري من الحدود؟ غير معقولة كم المساعدات التي تشير إليها عمر، غير معقول عندما تنتقل من العريش إلى هنا إلى معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة. تقريبا ليس هناك كيلو متر واحد لا تتراص في هذه الشاحنات التي، صحيح أن مصر تتحمل الجانب الأكبر من هذه، لن أقول هذا العبء أو هذه التكلفة، لكنها على الأقل هذا الدور وهذا الواجب الذي تقوم به مختارة متطوعة دون صخب ودون ضوضاء الشطر الأعظم من هذه المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة على قلتها بحكم العوائق الإسرائيلية المتواصلة منذ ما يزيد على 7 أشهر، لكنها في النهاية حتى مع شراكات إقليمية ودولية من خلال المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية ومن خلال الدعم الذي يأتي من بعض دول الإقليم، تتراص جميعها لمسافات ومسافات ممتدة للغاية، تجاوز في بعض الأحيان 3 كيلومترات في المسار الواحد شاحنات مصطفى، وتنتظر لحظة البدء أو إشارة الدخول إلى معبر رفح أو من خلال المسارات المتوافق عليها. بمناسبة كرم أبو سالم الذي كنت قد أشرت إليه عمر، وما سمع من تقارير، صحيح أننا تابعنا هذه التقارير لكن لم تكن هناك أي آلية للاستيثاق من أن معبر كرم أبو سالم فتح من جانب السلطات الإسرائيلية، لكن التقارير التي أتت بعد ذلك تقول بأن شاحنة وقود واحدة دخلت، على ضعف وضآلة هذا التقدير، لكنه حتى بعد ذلك بساعة واحدة كان المفوض العام لأونروا فليب لازاريني يقول بأنه لم يتصل علم أونروا في قطاع غزة ولا في غير قطاع غزة بأن شاحنة وقود دخلت، وبالتالي إذا كان المعبر قد فتح فإنه لم يفتح إلا على المستوى الإعلامي فقط، على مستوى البيانات الرسمية التي جرى أو شبه الرسمية بالأحرى التي جرى تداولها، لكن شيئا كهذا لم يحدث. معبر رفح إعادة فتحه ضرورة ليس فقط من وجهة النظر الأمريكية لكن حتى من وجهة نظر الواقع، لأنه إذا كان الغزيون يبادون ضمن ما بات يعرف إعلاميا حتى على مستوى العالم بحرب الإبادة الجماعية على مستوى القتل الممنهج الذي تباشره قوات الاحتلال، فإن قتلا من نوع آخر وهو القتل بالسلاح التجويع بات وسيلة قد تكون في فعاليتها ونجاعتها لا تقل عن نظيرتها من خلال الآلات الحربية، وبالتالي دخول المساعدات من خلال الشريان الأهم من خلال معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة والوسيلة الأكثر فعالية لمن يريد بالفعل أن يقدم يد العون للسكان المدنيين في قطاع غزة. خاصة وأحمد أنك ربما يعني ترى من حيث أنت الآن موجود كم الظلام الدامس الذي يغط في قطاع غزة وتحديدا في رفح، خاصة أن المستشفى الوحيد الآن الذي يعمل هو المستشفى الكويتي ربما يعاني من نفاذ الوقود ولا يستطيع أن يؤمن الكهرباء من أجل عمل غرف الجراحة أو العمليات الجراحية أو غرف العناية المركزة، فبالتالي هذا الظلام الدامس ونقص الوقود قد يؤثر على الحياة بشكل عام في رفح. لك أن تتخيل عمرو وأنت تشير إلى المستشفى الكويتي، هو في أفضل حالاته وفي طاقاته الممتازة والمثالية، هو لا يقوى على تقديم الخدمات الصحية التي يمكن أن تقدم في الحالات الطارئة والحالات الحرجة، وبالتالي في الظروف العادية كان على سكان مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع أن يلتجئوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس أو أن ينتقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس أيضا، وبالتالي أنت تتحدث عن مغامرة واحد. مغامرة شديدة يعني التحرك الآن من رفح إلى خان يونس يعني. صحيح تقريبا مهمة مستحيلة. بشير جبر أنا سألته قبل ساعتين من الآن قال إن الطرق التي يتعين الالتجاء إليها حتى يتمكن سكان مدينة رفح المصابون الذين يتعين نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس هذه تكلفة قد تصل حتى إلى حد المجازفة بالحياة، وبالتالي أن تتحدث عن سيناريو مستحيل، لكن في النهاية هذه فقط دلالة على أن حتى المستشفى الذي لا يزال باقيا يقول إنه يقدم خدماته في ظروف استثنائية، هو لا يقوى إلا على تقديم الشيء المحدود للغاية من الخدمات الطبية، وبالتالي سيناريو الظلام الدامس هذا بالمناسبة عمرو مسألة مرعبة للغاية أن يتحمل السكان المدنيون في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة تكلفة مضاعفة ليس فقط بتحمل ظلمة الليل ولكن حتى الوقوف على أعصابهم، لأنه ما بين لحظة وأخرى ليس فقط الظلام سيكون عدوا ولكن القصف الذي إن قدر له أن يستمر وهو ما لا يتمناه أحد سيكون عبئا إضافيا ومضاعفا على سكان مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، على فرق الدفاع المدني التي لا تعمل إلا بالحدود الدنيا من طاقاتها، على المسعفين، على المستشفيات التي لا تكاد تكون موجودة أصلا لتقدم الخدمة في هذه المساحة الجغرافية التي يزيد عدد قاطنيها قصرا على 1.5 مليون، وهي التي لا تكاد في أفضل حالاتها تتحمل بزهاء 300,000 نسمة في أقصى التقديرات. أشكرك شكرا جزيلا زميلي أحمد أبو زيد من أمام البوابة المصرية لمعبر رفح، شكرا جزيلا أحمد على هذه المعلومات التي وفيتنا بها حتى الآن، شكرا جزيلا لك.